أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الفقرة التي سنتناول فيها أبرز مقالات الرأي خلال الأسبوع المنصرم، والتي تمحورت حول الرسائل التي بعث بها الناخبون خلال النتائج التي تمخضت عن صناديق الاقتراع التركية، بالإضافة إلى أولويات السياسة الخارجية في تركيا عقب الانتقال إلى النظام الجديد. البداية مع مقال الكاتب عبد القادر سلفي من صحيفة حريات. ما الرسائل التي بعث بها الناخب التركي؟ ذهب الكاتب إلى أن الرئيس التركي قد أضاف نجاحا جديدا إلى سلسلة نجاحاته السابقة، لافتا إلى أن حزب العدالة والتنمية لم يحظى بالاهتمام ذاته الذي حظي به الرئيس أردوغان من قبل الناخب التركي، موضحا أن الأصوات التي حصدها حزب العدالة والتنمية زادت بنسبة 1% عن انتخابات 2015، والتي لم يتمكن حينها حزب العدالة والتنمية من تشكيل حكومة بمفرده. وأشار سيلفي إلى أن نتائج الانتخابات البرلمانية جعلت من استمرار التحالف بين العدالة والتنمية والحركة القومية أمراً لا مفر منه. وأضاف محرم إنجه مرشح حزب الشعب الجمهوري حقق نجاحاً كبيراً في هذه الانتخابات، فيما نجد أن الخاسر الأكبر في هذه الانتخابات كانت ميرال أكشنار التي كانت تنتظر الكثير من صناديق الاقتراع. وختم الكاتب مقاله بقوله: الناخبون اختاروا الاستقرار والأمن، ومن يقيم هذه الرسائل بشكل جيد هو الذي يربح، ومن يتعنت في فهم هذه الرسائل هو الخاسر. علينا ألا ننسى أنه بعد 9 شهور ستجرى انتخابات محلية. وننتقل إلى صحيفة الجمهوريات المعارضة ومقال أيدن أنجن: الإسلام السياسي فاز والديمقراطية خسرت. أشار الكاتب إلى أن تجاوز حزب الشعوب الديمقراطي للعتبة الانتخابية يعد النجاح الديمقراطي الوحيد في هذه الانتخابات، على الرغم من المحاولات التي استهدفت الحزب وسعت إلى الحيلولة دون تجاوزه العتبة. وبحسب الكاتب فإن تراجع نسبة حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات البرلمانية يعود إلى تصويت عدد من الناخبين لصالح حزبي الحركة القومية والحزب الصالح. وأردف الكاتب: تركيا في حالة اندماج مع ما يسمى بالإسلام السياسي، ولا ترغب بالبقاء كمتفرج في الساحة الدولية، فهي عند اللزوم تتحدى دولا عظمى، وفي الوقت نفسه تسعى إلى إقامة علاقات تعاون مع تلك الدول، على سبيل المثال علاقاتها مع روسيا. وكذلك نجدها تنفتح نحو الشرق الأوسط وتسعى إلى إيجاد أسواق بديلة في إفريقيا وآسيا. وإلى صحيفة قرار ومقال عاكف بيكي: هل تشهد السياسة التركية ربيعا متصالحا؟ تطرق الكاتب في مقاله إلى أن تصريحات المرشحين عقب الإعلان عن النتائج وتصريحات كل من مرشح المعارضة محرم إنجه والرئيس أردوغان أشارت إلى حالة من الاستقرار في تركيا والتصالح السياسي الداخلي. يقول الكاتب: عندما يعلن إنجه قبوله بالهزيمة ولا يدعو الشعب للنزول إلى الشوارع مدعيا عدم نزاهة الانتخابات، ويهنئ أردوغان بفوزه ولا يتبع سياسة المشاحنة كما كان يحدث في السابق عقب كل انتخابات، وفي المقابل عندما لا يدلي أردوغان بتصريحات يتوعد من خلالها المهزوم ويواجه النتائج بوقار كبير، وتترك كل الأحزاب التركية ما قيل خلال الحملات الدعائية خلف ظهورها، فهذا يعني أن تركيا ستشهد ربيعا سياسيا فيما يتعلق بالسياسة الداخلية. ولم لا، ففتح صفحة جديدة في السياسة التركية يبدو أمرا ممكنا بعد الآن. ونختتم جولتنا مع سردار تورغوت وصحيفة خبر ترك: ما الذي سيحدث في السياسة الخارجية؟ ذهب الكاتب إلى أن تطورات كبيرة بانتظار تركيا في ظل الانكفاء الأخيرة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مستنبطا شكل السياسة الخارجية التي ستنتهجها تركيا خلال المرحلة القادمة وعلى نحو خاص مع الولايات المتحدة. ويقول الكاتب: بدأت أمريكا تفكر مليا بشكل السياسة التي ستنتهجها تركيا حيالها عقب انتقال الأخيرة إلى النظام الجديد. وفور إعلان النتائج أجرى مستشار الأمن القومي لترامب اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي، معلنا عن قمة ثنائية قريبة بين بوتين وترامب. ويقال إن ترامب الذي يريد أن يتخذ خطوات جديدة في سوريا هو الذي رغب بهذا اللقاء الثنائي. في السياق ذاته يمارس الكونغرس ضغوطا كبيرة لعقد هذا اللقاء في أقرب وقت ممكن، فالكونغرس يريد أن يعرف مسار إدارة ترامب عقب الإعلان عن خارطة طريق مشتركة مع تركيا في منبج. باختصار، على إدارة ترامب أن تكشف عن خطتها حيال الأكراد قبيل لقائه المنتظر
مع بوتين. ولفت الكاتب إلى أن المحللين الأمريكيين يرون بأن كل من بوتين وترامب سيدخلان الاجتماعات الثنائية بخطط جاهزة فيما يتعلق بالشأن السوري، موضحاً أن احتمالية ظهور خطة روسية أمريكية كبيرة حول سوريا أمر وارد جداً، مضيفاً: المصادر الأمريكية ترى أن الملف الأكبر في السياسة الخارجية للنظام الجديد في تركيا سيكون ذا علاقة بالشأن السوري والوصول إلى حل مع كل من روسيا وأمريكا، فالطرفان على دراية بضرورة التعاون المشترك مع تركيا. وقبل الانتقال للحوار مع ضيفي في الاستوديو، نتابع هذه التغريدات لأهم الكتاب والمسؤولين في تركيا حول نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأخيرة. ولمناقشة ما تناولته الصحافة التركية خلال الأسبوع المنصرم، أرحب هنا بالاستوديو معي الدكتور برهان كوروغلو، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ابن خلدون. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا بك دكتور. لو بدأنا من نتائج الانتخابات التركية، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نجح في الجولة الأولى ولم يحتج لجولة إعادة أو جولة ثانية، وكذلك تحالف الشعب أو الجمهور أيضا ضمن غالبية برلمانية ولو كانت بسيطة. ما دلالات نتائج الانتخابات التركية برأيك؟ طبعا بالنسبة لطيب أردوغان، هذا تدل على أن ثقة الشعب كان يكفي لأن يكون أول رئيس جمهورية لتركيا في ظل النظام الجديد، فهذا طبعا بالنسبة لطيب أردوغان انتصار آخر على في سلسلة الانتصارات الماضية. أما بالنسبة لحزب العدالة والتنمية، هي ما زال أكبر حزب وحصل على أغلبية برلمانية، ولكنها كذلك ستكون بحاجة إلى دعم حزب الحركة القومية التي كانت ضمن الائتلاف الشعبي أو الجمهوري، في خاصة في تصدير القوانين. أما إدارة البلد لن يكون هناك بحاجة إلى أي حزب آخر. طبعا أكيد من خلال التعاون بين الحزبين قد يكون في المرحلة المستقبلية هذا الدعم يتحول إلى يعني حكومة ائتلافية، حكومة يعني من حزبين. بالجملة نستطيع أن نقول أن حزب العدالة والتنمية نجح في هذه الانتخابات، ولكن فقد من مثلا إذا قارنا بآخر انتخابات كان هناك تراجع. صحيح. أكيد هذا الأمر سيعالجها الحزب مثل ما وعد أردوغان في أول خطاب بعد الانتصار. لو توقفنا عند هذه النقطة بالذات، هي موضوع فقدان حزب العدالة والتنمية لبعض الأصوات ورغبة الرئيس بمعالجة ذلك. البعض يقول بأن حزب العدالة والتنمية فقد بعض الأصوات لصالح الحركة القومية لكي يعيد لنقل ترتيب أوراق حزب الحركة القومية وإعادة نهوضه مرة أخرى في مقابل حزب إي بارتي بعد أن انشق عنه وعاد مع ذلك. أريد التوقف هنا عن ثلاث نقاط: هل هناك أصوات ذهبت من حزب العدالة والتنمية لصالح الحركة القومية لتقوية موقعه في المشهد السياسي التركي؟ ومن جهة أخرى، ما هو تقييمك لمشاركة أو نتائج حزب اي بارتي او الحزب الصالح والجيد؟ يعني اكيد من خلال اذا درسنا الارقام يعني نلاحظ ان هناك كان انتقال من احزاب الى احزاب اخرى. اولا
نتحدث عن حزب جديد، حزب الإي بارتي دخل البرلمان 10% أكثر من 10%، وبقي حزب الشعوب الديمقراطية كذلك يعني حافظ على أصواتها، ولكن كلها تدل على أن هناك يعني انتقال من حزب لآخر، وهذا طبعا شيء يعني طبيعي في ظل أي نظام ديمقراطي. إذا كان هناك فئة في داخل الحزب، فئة معينة غير راضي عن الحزب، سينتقل إلى حزب آخر. يعني بالإمكان نستطيع نقول أن حزب الحركة القومية دعم أردوغان في رئاسة الجمهورية، وبينما بقي أصواتها التي في الأول موجودة في داخلها، ولكن إذا نظرنا إلى حزب إي بارتي التي حصلت على 10%، هذا يدل أن جزء من حزب أصوات من حزب العدالة التنمية ذهب إلى هذا الحزب الجديد، وجزء آخر كذلك ذهب إلى حزب الحركة القومية، ولكن كذلك من حزب الحركة القومية بعض الأصوات انتقل إلى حزب إي بارتي. إذن هناك تبادل بين في الأصوات بين الأحزاب التركية. لو نعود إلى نتائج الانتخابات أيضا، اللاجئين أو ملف اللاجئين السوريين كان حاضرا خلال الحملات الانتخابية، وكثير من مرشحي الرئاسة في المعارضة وعدوا بإعادة ملايين اللاجئين إلى سوريا بالطبل والزمر أو خلال 100 يوم الأولى أو خلال فترة عيد الأضحى المقبل. إلى أي حد ترى أن الحكومة التركية سوف تتبنى لنقل مقاربة جديدة فيما يتعلق بملف اللاجئين السوريين بعد نجاحها في الانتخابات الجديدة، وخاصة أن المعارضة كانت تواجه سهام نقدها لهذا الملف؟ يعني أولا طبعا النتيجة تبين أن الشعب التركي لم يسقي إلى هذه المحاولات السياسية كسب بعض الأصوات من خلال السياسة على وجود اللاجئين في تركيا. ثانيا، حزب العدالة والتنمية على لسان أردوغان أعلن أن هذا الموضوع موضوع مبدئي، موضوع حيوي لتركيا، موضوع إنساني لا يمكن أن نتراجع عنها، والشعب التركي فهم هذه الرسالة بشكل جيد، لذلك دعم أردوغان الذي هو الذي يعني يدير هذه المسيرة فيما يتعلق بسياسة سوريا. وكذلك يعني هناك كان جواب على هذه الأحزاب التي يعني يلعب هذه الورقة يعني غير شريفة بهذا المعنى. الشعب التركي على يقين أن هذا الشعب لاجئين ليسوا هنا من أجل فقط برغبة يعني هكذا نعم، هي سبب الظروف التي في سوريا، ولكن أردوغان وعد أنها سيحسم الموضوع، وقال ذكر خاصة عملية دار الفرات وعملية أفرين والآن اتفاق منبج، كل هذه خاص في يعني يقع ضمن اتفاقية أستانا بين روسيا تركيا وإيران. تركيا تريد أن تحل الموضوع، ولكن الحل لازم يكون فيها طبعا مشاركة دولية، ولكن هناك قرار تركي قوي. وبهذا الأمر الشيء الملفت نظر أن الحزب الحركة القومية دعم هذا الموقف، يعني كان ينتظر من حزب الحركة القومية أن يكون عنده موقف يعني أكثر حيادا لمصالح تركيا أو إتراك يعني ضد الأجانب. لا، هم كذلك اعتبروا أن هذا الموضوع موضوع لشرف تركيا، وتركيا الآن تقوم طبعا شرح هذا الموضوع في كل المظاهرات. أردوغان شرح أن تركيا الآن اتخذت هذه الخطوات في عملية درع الفرات، الآن هناك الرجوع إلى هذه المناطق التي حررت من قبل الجيش التركي والجيش الحر، وكذلك هناك الرجوع إلى أفرين بعد تحريرها من الإرهابيين البيدة، والآن اتفاقية منبج كذلك يعني يقدم فرصة لرجوع بعض السوريين الذين قد اضطروا الهجرة من. إذن هذا هو طريق تركيا. طبعا سيكون هناك لقاءات بين تركيا وأمريكا، بين تركيا وروسيا، كل الأطراف الموجودة في المنطقة. الحل لابد أن يكون حل سياسي، ولكن إذا استلزم الأمر وإذا كان هناك خطر على أمن تركيا، تركيا لا تتردد أن تتدخل عسكريا بالاتفاق مع المعارضة المعتدلة السورية. صحيح. تطرقتم إلى موضوع علاقات تركيا مع كل من روسيا والولايات المتحدة، وكذلك ربما علاقات مع الاتحاد الأوروبي. مؤخرا لم تكن علاقات الاتحاد الأوروبي أو تركيا والاتحاد الأوروبي
الولايات المتحدة لم تكن جيدة خاصة في فترة الحملات الانتخابية. الآن حزب العدالة والتنمية والرئيس رجب طيب أردوغان في الحكم لمدة 5 سنوات، ما يعني استقرارا سياسيا داخليا. هل تتوقع تحسنا في العلاقات بين تركيا من جهة وبين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من جهة أخرى؟ طبعا يعني بصراحة كثير من ليس لن لا نقول كلهم، ولكن جزء من بعض الدول خاصة في أوروبا الذي يعني يرتفع فيها نسبة الإسلاموفوبيا تركوفوبيا وموقف من الإسلام، هذه الدول يعني أرادوا أو سياسيين أرادوا أن يستغلوا موقفهم من تركيا، وأرادوا أن يسقطوا بصراحة حزب العدالة والتنمية التي تنتقد سياساتهم الأرقية في أوروبا. لذلك الآن طبعا كلهم قبلوا الموقف، كلهم يعرفون أنهم سيواجهون أو سيعملون مع دولة تقريبا 80 مليون إنسان، ودولة قوية في المنطقة، ودولة عنده كلمته. لذلك أعتقد سيتراجعون عن مواقفهم السياسية التي فقط كانوا يريدون أن يكسبوا من خلال انتخابات من يكسبوا الرأي العام. مشاكل ستبقى عالقة إذا لا ما حلت، مثل موضوع دعمهم هذه محاولة انقلاب الفاشل أو هذه الجماعة ما يسمى بجماعة فتح الله كلن. تركيا ستبقى تطالبهم بإرجاء هؤلاء الذين هربوا من تركيا الذين مطلوبون من المحاكم. موضوع العلاقات السياسية طبعا ستستمر، تركيا داخلها في الشمال الأطلسي، ولكن تركيا ستبقى يعني الجهة التي تنتقد كل هذه السياسات الثنائية، سياسة اللاجئين مثلا الآن ما يحدث من الكوارث على أبواب أوروبا. طبعا تركيا دائما ستخاطب الضمير العالمي من هذه المواقف. أما بالنسبة لأمريكا، أمريكا عنده حسابات في المنطقة، ولكن من خلال على الأقل السنتين الأخيرتين عرف أنه بدون أن يحسب وجود تركيا، بدون أن يتصالح مع تركيا، لا يمكن أن تتصرف لوحدها. صحيح. تركيا أصبحت دولة مؤثرة في المنطقة. نعم. فلذلك لابد أن يجلس مع تركيا على الطاولة إذا تريد الحل السياسي، إلا فتركيا ستتخذ موقف يعني من مفرد. هذه السياسات. الدكتور برهان كوروغلو، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ابن خلدون، شكرا جزيلا لكم على مشاركتكم معنا اليوم. أهلا وسهلا بكم. والآن ننتقل إلى زميلة سوزان وفقرت معكم. سوزان، ماذا لديك اليوم في فقرت معكم؟ هشام، سنتحدث خلال هذه الفقرة حول انعكاسات نتائج الانتخابات التركية على سياستها الخارجية بشكل عام، وعلى القضية السورية واللاجئين السوريين بشكل خاص. مشاهدينا، بعد الفاصل، كيف ستنعكس نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية في تركيا على اللاجئين السوريين؟